بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. شرح الله له صدره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، اشكروه على نعمة الإسلام وعلى بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. في هذه الأيام وقبلها تظهر من المشركين والكفار والمنافقين في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أقوال وأعمال يسخرون بها من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتنقصونه ويصورونه بصور شنيعة، ويعملون أعمالاً كثيرة، وليس هذا بغريب من الكفار ولا من المنافقين، فهذا من قديم الزمان واجه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته منها الشيء الكثير من استهزاء المشركين، سخريتهم به وبدعوته، ووقفوا ضده بكل ما يملكون، كما ذكر الله ذلك في القرآن الكريم. فليس هذا بغريب منهم اليوم أن يواصلوا هذا العمل القبيح لما في قلوبهم من الحقد والبغض لهذا الرسول ولهذا الدين. فالواجب على المسلمين أن يتحلوا بالصبر والتحمل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل تجاه ما يصدر من الكفار. كان الله يأمره بالصبر ويأمره بالثبات على ما هو عليه، والمضي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. هكذا وعد الله سبحانه وتعالى لنبيه، وهكذا أمره له. فكان صلى الله عليه وسلم يتحمل من أذى المشركين بالقول والفعل ما لا يتحمله غيره، وكان صلى الله عليه وسلم يحزنه أنهم لا يقبلون الحق، ويريد منهم أن يهتدوا، ويريد منهم أن يدخلوا في الدين وأن ينجوا من النار. فكان صلى الله عليه وسلم يحزنه ما يفعلون، لا خوفاً منهم ولكن خوفاً عليهم. وهذا من نصيحته صلى الله عليه وسلم، حتى قال الله له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلك نفسك أسفاً عليهم ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فكان الله جل وعلا يطمئنه ويثبته ويأمره بالمضي في طريقه وأن لا يأسف على الكفار. فلا تأسى على القوم الكافرين، لا يأسى عليهم، لأنهم هم الذين أهلكوا أنفسهم، ولأن الهداية بيد الله عز وجل، وهو أعلم محل الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إن عليك إلا البلاغ، فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسؤولا عنهم إذا لم يهتدوا ولم يقبلوا الحق، بل مسؤوليته تقتصر على البلاغ والبيان والإرشاد، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم. نعم، إنه يجب الذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب الذب والرد على من تجاوز في حقه صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلمين، وأن يكون الرد بالحجة وأن يكون بالعلم، لا يكون الرد بالعنجهية والقسوة والغلظة والمظاهرات، فإن ذلك مما يفلح مما يسر الكفار، يريدون أن يثيروا المسلمين ويقولون ها هم المسلمون همج، ها هم المسلمون يقتلون، ها هم المسلمون يخربون المباني ويخربون السفارات ويخربون، هذا الذي يريدونه من فعلهم هذا. وإلا فهم يعلمون أنهم لن يضروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يضروا الإسلام، وإنما يريدون أن يثيروا غوغاء المسلمين ليتصرفوا تصرفاً أهوج، فيقولون للناس هؤلاء هم المسلمون، غوغائيون يقتلون ويخربون. إنه لا يجوز أن نقابل المنكر بالمنكر، إنما نقابل المنكر بالحق، إنما نقابل المنكر بالدعوة بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هكذا يقابل ما يصنعونه حتى يبطل كيدهم وتدحض حجتهم. أما أن نقابلهم بهذه الأمور العنجهية فهذا هو ما يريدونه، وهذا ما يحبونه، من أجل أن يشنعوا على المسلمين أمام الناس ويقولون إن المسلمين وحشيون. إن هذا عمل لا يجوز، والمنكر لا يقابل بالمنكر، وإنما يقابل بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. فعلينا أن نبين هذا الدين وأن نحمله حملا صحيحا ونبلغه للناس، ولا يضرنا من اعترض أو من استهزأ. فهذا حصل للأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام، الرسل كلهم أوذوا وكلهم قابلوا من أممهم الشيء الكثير. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فكان صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر ربه ويمضي في دعوته ويتحمل الأذى ولا ينتصر لنفسه أبدا، يترك الأمر لله سبحانه وتعالى الذي يحاسبهم ويجازيهم. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يعرفوا مقاصد الكفار
في هذه الأمور التي يظهرونها. والحمد لله، عسى أن تحبوا شيئاً، عسى أن تحبوا شيئاً وهو عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففعلهم هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر ولله الحمد غيرة المسلمين، وأن الأرض مملوءة بالمسلمين الذين لا يرضون أن ينال الرسول صلى الله عليه وسلم بأي أذى. وأظهر للمسلمين أيضاً أنهم بحاجة إلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى التمسك بسنته. وأظهر للمسلمين الأعداء الذين يتملقون لنا ويقولون نتحاور معكم ونحن وإياكم في حوار وفي تفاوض، وفي أنهم يكذبون، أنهم يريدون منا أن نتبعهم لا أن يتبعونا، ولا أن يكفوا شرهم على الأقل، إنما يريدون من المسلمين أن يتبعوهم على أو أن يعترفوا بدينهم ويقولون ديننا حق ودينكم أنتم حق. وهذا لا يجوز، ما في حق إلا دين الإسلام، رضوا أو سخطوا، ما في حق من الأديان بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام، وما عداه من الأديان فهو إما وثنية وبوذية وشركية أو إلحادية ودهرية أو أديان سماوية لكنها نسخت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله أرسل هذا النبي للناس كافة بشيرا ونذيرا، أرسله رحمة للعالمين عموما لا للعرب فقط وإنما للعالمين. فمن أراد الرحمة وأراد النجاة فليدخل في هذا الدين، وإلا فإنه ليس له إلا النار، ولا ينفعه ما تمسك به من الدين الباطل أو الدين المنسوخ. فالواجب على جميع العالم عربهم وعجمهم، عليهم إذا أرادوا النجاة أن يدخلوا في دين الإسلام، ولكن كما ذكرت على المسلمين أن يصبروا، عليهم أن يدفعوا بالتي هي أحسن، عليهم أن يبينوا باطل الكفار في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجة والبرهان، عليهم أن يكلوا هذا إلى أهل العلم، هذا الذي يغيظ الكفار. أما أن نقابل هذا بالعنجهية والتخريب والقتل والمظاهرات فهذا ليس هو المشروع في مقابلة الباطل. المشروع في مقابلة الباطل بيان الحق ودحض الباطل الذي فضحه القرآن الكريم في آيات كثيرة. فما علينا إلا أن نظهر ما في ديننا وفي كتاب ربنا وسنة نبينا من بيان الحق ودحض الباطل، حتى لا يكون للناس حجة علينا يوم القيامة أن لا نكون بينا للناس. الحمد لله، الإسلام عزيز ويدخل فيه بالمئات والآلاف يومياً من الكفار يدخلون فيه عن طواعية، وما من بلد في بلاد العالم ولا تحت السماء أو الأرض إلا وفيه من هم مسلمون. فالمسلمون متوزعون على أقطار الأرض ولله الحمد. كما أن دين الإسلام على عهد السلف الصالح والمجاهدين في سبيل الله انتشر في المشارق والمغارب ليظهره على الدين كله، وقد ظهر ولله الحمد، فدخل الناس فيه أفواجا. وكان لصبر الرسول صلى الله عليه وسلم على أذى قومه وتحمله صار لذلك النتائج الطيبة، فمنهم من أهلكه الله وسلم المسلمون من شره، ومنهم من هداه الله فقد اهتدى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من صناديد الكفار من حسن إسلامه وقام بالجهاد في سبيل الله
وصاروا أبطالاً مجاهدين في سبيل الله كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم من الذين من الله عليهم بالإسلام وجاهدوا في هذا الدين. وأعظم الناس كراهية له هم الذين دخلوا فيه وأحبوه ونشروه، ولله الحمد كما هو معلوم في التاريخ والسير. فعلى المسلمين ألا يستفزهم فعل هؤلاء الكفار الذي يكررونه بين فترة وأخرى، وأن يعرفوا مقاصد الكفار وأن يعالجوه بالطريقة الشرعية التي عالج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداءه وخصومه. فمنهم من قامت عليه الحجة وتعنت ومات إلى النار، ومنهم من قبل الحق واهتدى وحسن إسلامه ونشر الله به هذا الدين ونفع به المسلمين. هذه هي النتائج الطيبة من مقابلة كيد الكفار. فاتقوا الله عباد الله واعرفوا هذا وتحققوا منه وانشروه في الناس، وهدئوا الناس عن هذه الفوضى وعن هذه العنجهيات وعن هذه التصرفات التي لا تمت إلى الدين بصلة. فإن ديننا ينهى عن التخريب، ينهى عن قتل الأبرياء، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يقتل البريء بجريمة المجرم. هذا ما يريده الكفار، أن يقولوا ها انظروا إلى المسلمين يقتلون من ليس له ذنب وليس له جريمة. هذا من جهل المسلمين يقولون وعنجهيتهم. لا، ديننا ينهى عن ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. إنهم يقولون الآن يجب إطلاق حرية التعبير، حرية التعبير حق لكل أحد كما يقولون. حرية التعبير بالكفر والإلحاد، حرية التعبير بقول الزور، هذه حرية التعبير. حرية التعبير بالكذب، ليست هذه حرية. حرية التعبير بالحق، ولكنهم لا يقبلون الحق. لو أن أحداً عبر بالحق لأسكتوه أو قتلوه، ولكنه إذا عبر بالباطل أكرموه ورفعوه. فأين هي حرية التعبير؟ الله جل وعلا حذرنا من آفات اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ رضي الله عنه: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحرية التعبير إنما تكون بضوابط شرعية
لا تكون بضوابط بهيمية أو ضياع كلام غير محرر وغير غير معتبر. إنما حرية التعبير بالحق، وهذه لا يريدونها بل يكتمون أنفاسها. وما عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا، لأنه صرح بالحق ودعا إلى الله وأنكر الشرك ودعا إلى الله، دعا إلى التوحيد وعبادة الله وحده. فهذا هو الذي حملهم على بغض الرسول ومعاداته إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. فأين هي حرية التعبير التي يقولونها؟ فيجب علينا ألا ننخدع بهذه الأمور، علينا أن نعرف مقاصد الكفار وأن نعرف المراد بحرية التعبير التي ينادون بها. هم لا يريدون منا أن نعبر عن الحق وهم يعبرون بالباطل، ومن عبر من المنافقين بالحق أكرموه ورفعوه وقالوا هذا هو المتفتح، هذا هو الفاهم، هذا وهذا. فلنتق الله في أمرنا ونتعقل ما يقول عدونا، فإن الله سبحانه وتعالى بين لنا الحق ووضح لنا التعبير الصحيح من التعبير الباطل. فعلينا أن نلزم الحق ونتكلم به إذا استطعنا ذلك، وأن نصرح به إذا استطعنا ذلك، فإن هذا هو الجهاد في سبيل الله باللسان والبيان. فهذا هو الواجب على المسلمين، إذا عبروا لا يعبرون بما يرضي الكفار أو يقر أعين الكفار. فالآن تظهر ما يسمونه بالتغريدات من بعض المنافقين من المنتسبين إلى الإسلام، يسبون الدين ويسبون الرسول ويسبون المسلمين في تغريداتهم. الكفار يتصيدون هذه الأمور ويسجلونها عندهم، هذه حرية التعبير عندهم، تعبير بالباطل والعياذ بالله. فلنتق الله في أمرنا ونحفظ ألسنتنا إلا فيما هو من صالح ديننا ودنيانا. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين فأشغله بنفسه، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولاة أمورنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها،
قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون